السادة الحضور، الكرام، السيدات والسادة، نيابة عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأعضائه 5 ملايين، يسعدني كثيرا أن أرحب بكم. أرحب بفخامة السيد الرئيس رئيس جمهورية صربيا في هذه الزيارة والوفد المرافق له، ويسعدنا كثيرا وجودكم في مصر بلد الفرص على مختلف المستويات والاستقرار الاقتصادي والسياسي. يتفق المصريين بالطبع على أن هذه اتفاقية التجارة الحرة والقطاع الخاص هما الطريقان الأساسيان للتقدم. تعمل مصر على مجال واسع للتعاون بين مختلف هذه الجهات عن طريق تغيير قوانين العمل لدفع الاقتصاد إلى الأمام ولتوفير مختلف فرص الأعمال والاستثمارات المختلفة وبتوفير الرخصة الذهبية وتغيير السياسات التي تدعمها أيضا حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى بما فيها محور قناة السويس الجديدة واستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان وتغيير البنية التحتية. وفي خلال سنوات قليلة تستطيع مصر أن توفر وتقدم هذه الخبرة لبلغراد لتحقيق رؤية 2027. مع تعداد سكاني يتعدى 100 مليون، مصر لديها سوق داخلي كبير في المنطقة، والأكثر أهمية من هذا هو موقع مصر وموقفها كنقطة تلاقي تجارية كبيرة تتقاطع مع مختلف الطرق التجارية وأيضا قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى توفير فرص مختلفة لمختلف الموردين والمنتجين. وفقط من 50 إلى 54 فرصة مختلفة مع إفتا والكوميسا والميركسور في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومختلف المناطق في أفريقيا. فإن مصر هي أرض الفرص في التجارة واللوجستيات والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات الكبرى والسياحة وغيرها الكثير. حان الوقت لكي نعمل ونعزز الشراكة بين مصر وصربيا التي تستطيع أن توفر الكثير من الفرص المختلفة لقطاع الصناعة المحلية. معا يمكن أن نوسع صادراتنا لمختلف الدول بالقيمة المضافة و الإعمار والاستثمار للاستفادة من مختلف هذه الاتفاقيات التجارية. معا يمكن أن ننفذ الكثير من المشروعات في أفريقيا حيث تعمل الشركات المصرية الكبيرة واستثمرت أكثر من 1 مليار دولار في 21 بلد أفريقي في العامين الماضيين، أغلبهم معنا موجودين معنا اليوم. كل هذا يدعمه 22 مليار يورو من القروض الناعمة والتجارة والاستثمارات اتفاقيات الاستثمار من المتبرعين ومن البنوك المتعاونة ومع اتفاقات التجارة الحرة التي تتزايد والتعاون المشترك من خلال التجارة. نعرف أنه من ضروري أن ندعوكم إلى العمل معنا مع مصر أرض الفرص. شكرا لكم جميعاً.